تقسيم جغرافي للأراضي الفلسطينية رسم مخططا مكاني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، يراعي البعد الوطني لتصنيفات الأرض من حيث جودتها الزراعية المنتجة وصلاحيتها للبناء والإعمار والصناعات الصغيرة غير الملوثة. فقسمت الأرض ووضعت القيود حسب التصنيف. راعى خصوصية الوضع السياسي الفلسطيني، وهو مخطط مرحلي سينتهي العمل به خلال سنتين لثلاث سنوات لحين إنجاز المخطط الوطني المكاني بكامل عناصره. يشمل هذا المخطط الحالي على حماية الأراضي الزراعية الخصبة، المعالم التاريخية، المناطق الأثرية، كذلك يحدد قيود وليس يمنع البناء في مناطق المشهد الطبيعي والمحميات الطبيعية والتنوع الحيوي. القيود التي فرضها المخطط على أصحاب الأرض خلقت فكراً معارضاً له، وضعت الاحتلال عنواناً للبدء بتنفيذ مخطط آخر يهدف لحماية الأرض من السيطرة الإسرائيلية. نحن بحاجة إلى مخطط وإلى خطة تحمي الأرض الفلسطينية من الاستيطان. عملياً هناك لا يوجد سلطة فلسطينية على الأراضي المصنفة سياحة حسب اتفاق أوسلو. على سبيل المثال، منطقة غور الأردن بشكل عام هي محيط إقليمي لكل المستوطنات الموجودة، وهناك حرب ضروس ما بين الفلسطينيين الموجودين بمنطقة الأغوار وما بين قطعان المستوطنين وما بين الاحتلال. يومياً هناك قرى يتم هدمها. على سبيل المثال، فارسية هدمت 7 مرات، مكحول هدمت 12 مرة. رغم سيطرة الاحتلال على مساحات كبيرة من المحميات الطبيعية استثنتها الخطة المصورة برسمها كمساحة بيضاء، إلا أن المخطط شمل المحميات المسجلة في الأراضي الفلسطينية ووضع استراتيجية لحمايتها. لا زالت الغالبية الكبرى من مساحة المحميات الطبيعية في الضفة الغربية بالذات لا تزال تصنف على أنها مناطق سي وتحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا يسمح لنا بإدارتها أو الاستفادة منها أو حتى الدخول إليها أو العمل على تنميتها وتطويرها. عرض المخطط المعدل لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية على الوزارات ذات الصلة، والذي يمثل المرحلة الأولى من مراحل المخطط المكاني، ليتم لاحقا استبداله بمخطط شامل لاستخدامات الأراضي. لتلفزيون القدس، لمى أبو هلال، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.